الطلاب الأدوية. طبعا بالنسبة لهذه الجلسة كانت قيمة بكل ما تعني كلمة معنا. أسرت هذه الجلسة خاصة الحضور والمحاضرين الذين لبوا الدعوة في الحضور لهذه الجلسة وسماع لأسئلة الطلاب. أيضا بالنسبة للطلاب أجابت على كثير من الاستفسارات والملاحظات التي ربما تحدث معهم في الامتحان وكيفية التعامل معها، فكانت سؤال وجواب وبطريقة حوارية أسلجت صدورا وأجابت عن كثير من تساؤلاتهم. أحمد طالب، عضو مجلس محلي في مدينة الباب. اليوم الجلسة اللي قمنا بتنسيقها هي جلسة إرشادات وتوجيهات ما بين المعلمين ومرشدين نفسيين وطلاب البكالوريا ثالث ثانوي. أنا كنت المحاور بهي الجلسة لإدارة النقاش ما بين المعلمين وما بين الطلبة. كانت هي الجلسة هي جدا مفيدة لألهم، لأن هي نقل صورة والصوت والرؤية بشكل الأصح ما بين المعلمين والطلبة لاستثمار الوقت المتبقي اللي هو قرابة 20 يوم بشكل الصح. قدرنا من خلالها إرسال توجيهات وإرشادات منا التوتر الحاصل ما بين الأهالي والطلاب، يعني وهذا الشيء كتير تطرقنا له بشكل مفصل. مقارنات اللي بتصير ما بين اللي بتفرضها الأهل على الطلبة أو على أولادها بمقارنتها مع أصدقائهم أو مقارنتها مع أقربائهم بالمجاميع أو بالدراسة أو بالتحصيل. وفي النهاية كانت هي إرشادات وتوجيهات كيف إدارة الوقت المتبقي بشكل الأفضل وكيف التحصيل العلمي بشكل الأفضل من خلال تنظيم الوقت، من خلال إدارة الحفظ المتبقي أو الوقت المتبقي عندهم لحفظ المواد اللي هن رح يختبروا فيها. كانت الجلسة كتير مفيدة، كان في نقاش كتير بناء عم بيصير فيها ما بين الطلبة والمعلمين، وبعتقد أنه هذا الشيء هو نوع أول مرة بيصير بهيك مكان اللي هو مركز ثقافي لمدينة الباب. قدرنا نستوعب فيه ونشتغل فيه بالشكل الصحيح، وبتمنى التوفيق لكل الطلبة بامتحاناتهم القادمة، وإن شاء الله بيقدروا يعملوا شيء كتير منيح وبيحصلوا على مراتب عليا إن شاء الله. البيت الداخلي كدراسة كيف وضعت وقتك دعمنا؟ كيف أنت دعمتك؟